السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في قناة معلومات الأندرويد، في برنامج للعقول الراقية، في هذه الحلقة وهي الحلقة الرابعة من البرنامج، سوف نعرض عليكم أغرب قوانين الدولية. الهند لا تستطيع قتل الفأر إلا بعد طلب الإذن من الحكومة. كوريا الشمالية ممنوع استخدام الإنترنت إلا بعد أخذ الإذن من جميع الوزارات. كاميرون ممنوع مشاهدة التلفاز بعد الساعة 12 صباحا. بورما ممنوع أن تسمي ابنك محمد عبد الله أحمد. منغوليا يحق لك أن تتزوج من أي حيوان بشرط أن يكون أنثى. مونتانا فتح المرأة لجوال زوجها جريمة تعاقب عليها. مطاعم الدنمارك لا يجب عليك دفع الفاتورة إذا لم تشبع، فإن انتهيت من وجبتك ولم تكن شبعانا يمكنك الذهاب دون الدفع. اليونان يمنع شرب أي شيء من السوائل أثناء القيادة حتى لو كان ماء. ألمانيا تدفع نصف السعر السيارة إذا كان نوع السيارة ألماني وأنت لديك الجنسية الألمانية، الحكومة تدفع النصف الآخر. هولندا تستطيع زوجتك تغيير اسمك ولا تستطيع الاعتراض على ذلك. اليابان تعتبر زيادة الوزن جريمة يعاقب عليها القانون. جنوب أفريقيا تستطيع الزوجة الطلب من المحكمة بأن تعرف مكان زوجها في أي وقت، وذلك بوضع جهاز للتتبع على رجله.